مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا في أمام شركة ليديك هنا بمركز المدينة، حيث أن المتقاعدون أي متقاعدي ليديك يطالبون من السيد والي مدينة الدار البيضاء ومن الجهات الوصية التدخل لدى شركة ليديك لاسترجاع مستحقاتهم المسلوبة منذ 2011. الملايير تم سلبها من هاد المتقاعدين اللي من بعد التقاعد ديالهم كيلقاو نفسهم تنصب عليهم من طرف المسؤولين على التعاضديات او الجمعيات اللي كانوا كيستافدوا شنو وقع عليكم مع شركة ليديك وشنو الجديد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الحمري حسن. تقاعد ليديك لونيز ديزو الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب. هاد الوقفات اللي جا نوقفوا دابا فيها جوج حوايج. أول حاجة ديال دومين أونز و 2023 و 2024. 2023 و 2024. الثانية ديال التعددية، التعددية اللي هي تنخسروا فيها اللي تيقطعوا لنا الأموال، أموال من جميع الوكالات في المغرب. لحد الآن دابا باقي الاقتطاعات تقطعوا لنا وحيدوا لنا الدواء، حيدوا لنا الطيب، حيدوا لنا هادو ماشي امتيازات، هادو شنو غادي نسميهم؟ لا غادي كنتكلموا على الدواء والامتيازات الاخرى، هادو ماشي امتيازات. هادي التعددية ديالنا. التعددية. دكتور هادو اللي مساهمين بها بالاموال ديالكم. اييه. هذا المشكل علاش باش نفسر لك؟ هاد العصابة اللي كاينة هنا، هاد العصابة كاينة هنا. عصابة. عصابة 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 هما ثلاثة ثلاثيين، كاين اسماعيل، علوش، قرموش. هاد الاقتطاعات. هادو شنو المنصب ديالهم؟ هادو منصب النقابة. هادو مسؤولين في النقابة. وواحد في الصندوق الأمين، مال الأمين. إذا هادو اللي كانوا في النقابة كان من المفروض أنهم يدافعوا على الحقوق ديالكم. العام لا جامي دامي تيدافعوا على جيوبهم. على السفرة اللي هما سفرونا وكلونا الحقوق ديالنا. اللي هي دابا الطيب تيتسالوا الأموال، الكلينيكات تيتسالوا الأموال، الفرماسيين تيتسالوا الأموال، الكلينيك ديالنا الكلينيك باعوا الكلينيكات. اللي سقط الجزائر سقط الجزائر. هادو كانوا ممتلكات ديالكم. ديالنا حنا. وزيد عليها المنقلوات اللي تباعوا. باعوا كابي نيغرو زناتا جديده. هادو المسؤولين النقابيين في شركه ليديك اللي من المفروض انهم يحميوا الحقوق ديالكم. باعوا الممتلكات ديالكم. الممتلكات ديالنا حنايا. والاقتطاعات ديال الدواء اللي باقي دابا تيقطعوا لنا دابا لحد الان دابا غادي بسبع شهور. غادي بسبع شهور دابا الاقتطاعات. رغم هذا الشيء مازال اقتطاعات. فوالا. ونعنوا ندوروا المشكل ديال دومين اونز.
يوم العنس عطاني انا صاحب الجلاله في 2011 واحد 600 درهم استادوا فيها جميع الوكالات ونادوا باش خونونا قالوا حد الصندوق 105 تلقى في 2002 لغاتو الدوله نادوا هما باش الوقت يبغي يسفرونا طبقوا لينا في 2011 باش يديروا لنا بحالنا بحال جميع الوكالات الى الدار بيضاء خطا داروا لي هذاك الصندوق اللي هو تلقى في 2002 105 خلاو لينا خاص في الدار بيضاء تقريبا بغينا نعطيو واحد الرقم تقريبي شحال من مليار مشات لكم؟ ما غتعرفش دابا القليل القليل عندو اللي عندو 12 مليون القليل اللي ما عندوش عندو 6 مليون وخصوص بحالي انا دابا ماشي ليا 15 مليون ونص دابا 17 مليون داك كل واحد وشحال مشات لي انت مشات لك شحال مشات لك على حساب شحال انت شحال انا شي 15 مليون ونص 15 مليون ونص نعم شحال شحال من متقاعد كاين نعم شحال من المتقاعد كاين؟ راه على مدة الدراسة هي 900 دابا المتقاعد 900 متقاعد إلا درت إلا درت تقريبا غير 900 نضربوها مثلا 15 مليون نعم راه أموال أموال صحيحة راه ملايير أموال صحيحة أموال صحيحة واش وفين وصلتوا دابا الملف ديالكم شنو القضاء فين وصل؟ لا دابا باقي دابا تنديروا الحوارات تنديروا العيادة تنديروا وقفات بس ربما إلا كان شي حوار يتحاوروا معنا وكاين شي جديد؟ إلا باقي دابا حتى واحد كلهم سادين عليك البيبان كلهم ما بغا خاص المحاسبة خاص المحاسبة ديالكم بس قدمتوش بشكاية الوكيل المالي لا حيت اللي درنا لنا الشكاية غادي منعوا لنا الوقفات ولكن هادو راه نهبوا لكم الفلوس ديالكم صح 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 ما قدمتوش الشكاية بهم لا دابا ما بغيناش نديروا الشكاية خلينا من بعد تنشوفوا ولا بغيديروا معنا شي حاجة فهمت وتنشكر خويا شكرا تنشكرك على المعاناة لا لا مرحبا تنشكر الصحفيين كامل مرحبا مرحبا الله يبارك فيك إذا المشاهد قناة شوف كيف يبقى تماكم الله إذا مشاهدي قناة شوف تي في فكيف سمعتوا بأن النقابي اللي كان من المفروض أنهم يحميوا الحقوق ديال العمال والمتقاعدين فإذا بهم هما اللي كيسرقوا هاد المتقاعدين كل شخص من هاد المتقاعدين اللي أمامكم مشى لي واحد المبلغ مالي ما بين 12 مليون حتى 20 مليون سنتيم تقريبا على حسب قول أحد المتقاعدين ف 900 متقاعد وما أزيد كلهم مشات لهم الأموال ديالهم ما بين 12 مليون حتى 20 مليون سنتيم زائد على ذلك بيع الممتلكات ديال المتقاعدين إذا هنا كنتكلموا بأن الفرقة الوطنية أو وكيل الملك فخص هاد الناس يتقدموا بشكايات هاد الملف خاصو يمشي للقضاء هما كيفضلوا الحوار هنا أنا كنقول بالعكس الملف خاصو يمشي للقضاء باش يتعرفوا هاد الناس ويتخالفوا حقهم إذا كانوا مذنبين ياخذوا الحقوق ديالهم ما كانوش مذنبين يخويو هاد المكان لأن هنا كنتكلموا للقضاء هو الفيصل